وصفة اليوم لذيذة، شوربة بيضاء. 30 طبق في 30 يوم في رمضان. بصل، جزر، البقدونس، اثنان صدر دجاج مفروم، نصف ملعقة فلفل أسود، نصف ملعقة ثوم بودرة، نصف ملعقة بصل بودرة، 1 ملعقة صغيرة ملح، 2 ملعقة كبيرة من البقدونس. ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 230 درجة لمدة 15 دقيقة. 2 ملعقة زيت نباتي، 1/2 كوب شعرية، 2 زيت نباتي، 3 ملاعق كبيرة بصل، و3 أخرى للجزر، 2 ملعقة كبيرة ورق كرفس. وحبهان. 1 كوب حمص مسلوق. 1 مرقة، 1/4 كوب كريمة. يتم غليها حتى تنضج تماماً. ولا تنسوا طبعاً كور الدجاج الموجودة في الفرن. صحتين مع OSN.